عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا رب تكونوا كل شيء على خير وبخير، نلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو هذه بصحه جيده يا ربي. ما تنساوش اللي دخل عندي اول مره لا فيديو ما ينساش يدير لايك كومونتير زوين. هادشي اللي عجبكم، ماشي مفروض عليكم ديروا كومونتير زوين. ما تنساوش بارطاجيو القناه ديالي مع الناس اللي كتعرفو، مع العائله ديالكم، باش العائله ديالنا تكبر ان شاء الله. اليوم صراحه فقت، بغيت نشارك معكم روتين. بزاف ديال الناس يقول لي عجبنا الروتين ديالك، والحمد لله شفت الروتين ديالي، يعني بزاف ديال الناس شافوه، قلت غادي نعاود عاوتاني ان شاء الله روتين، حيت الانسان ملي كيشوفك هكا ما غاديش نوريكم كيفاش تنتحرك ولا هذا، ولكن غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير واحد الغديوه اللي هي شعبيه ديال ولاد ديال الدراري، واش هكا كاملين. بغيت نشاركها معكم اليوم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو القناه ديالنا ان شاء الله باش تكبر لينا. اليوم اول روتين غادي نديرو مع الوالده ديالي، بزاف سولوني، قررت اليوم باش نديرو معاها، وخليكم معايا حتى الاخر. اتفقنا على الغداء شنو نديرو. السي محمد، نتوما دابا صافي كلشي عرف السي محمد. السي محمد ما كياكلش كسكسو بالخضره وداكشي، اليوم قلت غادي نديرو له تفايا، وما تياكلش حتى اللحم، غادي نديرو تفايا ان شاء الله بالدجاج، وغادي نشاركوها معاكم. المهم تشوفوا معانا غديوتنا، غديوت ديال الدراري، كيفاش غنصبو وداكشي. بغيت نعيش معاكم في هذا الروتين هذا. ايوا بقاو معانا حتى الاخير. المهم هانتوما معايا، دابا غادي ضروري ندير يدي ان شاء الله هاد البصله هادي، واللي درنا هانتوما معايا. المهم هاد البصله ديالنا عرفتوما قررت تخرج تعمل. المهم هي هادي، غادي ندور نشارك معاكم شنو غادي نديرو. المهم هنا جبنا الكوكوط، دابا غادي ندير فيها ديك البصله ديالنا اللي قررت. دابا غادي نديرو معلقة صغيرة ديال القرفة، هانتوما باش يجي اللون غادي نديرو شوية ديال الخرقوم، نديرو شوية صافي. دابا باش نحركها، بالنسبة بغيت نوضح واحد سميتو كتقولوا لي بقيت تستعملي المعلقة ديال الخشب، حنا دائما يعني هكا زعما كنديرو هادي، وكنسميوها العوالية، كانوا كيسميوها شحال هادي، هي اللي تنديرو هي باش كنخدمو. المهم هانتوما غنديرو هاد الكمية ديال السنيدة، كتبقى المهم حساب الذوق ديال كل واحد صافي. وغادي نخلط باش تشرب هاديك البصلة التحتانية، هانتوما صافي باش تعطيها اللون صافي. هانتوما من بعد ما قلبتها مزيان، غادي نزيدو الماء صافي، وغادي نحطوها دابا باش طيب لينا، نحطوها فوق البوطه. دابا جبت القرعة، كنشد هاد الزريعة هادي كنخليها لسي محمد، كتعجبو. غادي نحيد هادو كيصايبها هو بوح، غير في الدار ما تيبغيش اصلا، ما عندناش هنا في الحديقة كتباع الزريعة البيضة، وكتعجبو هو، تيقليها هكا في المقلة وكيدير معاها شوية الملحة. غادي نحيدها ونخليها للطبيصات حتى يصايبو اللي في القناة. دابا غادي نجي باش نصب معاكم الدجاج، غادي نديرو شويه ديال الزيت البلدي، زيت شويه ديال الزيت البلدي، سيري
الزيت كنخاف انا من الزيت، المهم نديرو جهد كاس ما بين الزيت الرومي والزيت البلدي. غادي ندير معلقه ديال الخرقوم البلدي ومعلقه ديال سكينجبير، نتوما عارفين الدجاج تيبغي سكينجبير. ها البزار حنا مع كلشي ما كياكلش البزار، نديرو غير شويه غير نص معلقه صافي، والملحه كتبقى حسب الطبق اللي غنديرو معلقه. نديروش بزاف حيت عندنا الحلاوه. خرقوم ديما تقولوا لي ما تديريش، ولكن غير شويه ديال اللون ما غاداش ندير بزاف، غادي ندير غير شويه ورا مننا شو غير شويه اللي غادي ندير باش يبقى غير اللون. دابا غادي نزيد شويه ديال الماء، المهم جات كاس ديال العنبه صافي، وغادي نبدا مع هذا نقلب الدجاج باش تدخل فيه ديك القامه، والقامه هكا تمشي في الماء شويه. صافي غادي نقلبوه، دابا غادي نخليه شويه القامه تشرب في الدجاج شويه باش نديرو نديرها في الكوكوط. المهم انا دابا جبت الكوكوط، غادي ندير فيها هذاك الشيء اللي قلت لكم الدجاج اللي كان معايا قبل، ومن قبل ما شدينا عاوتاني البصله وشلطنا، المهم ثلاثه البصلات هكا صغارين ماشي كبار. عرفتي ما غنوريكمش كيفاش غادي نشحروها حيت البوطه بعيده عليا والسيمو ما كاينش اللي غادي يصور لينا. صافي ها نتوما غادي نحطوها دابا باش هكا يتشحروا يطيب لينا الدجاج ديالنا. راه معاكم المهم ها البصله ديالنا ها هي كيفاش ولات، راها تعسلات، ومن بعد ملي غادي نزيدو نشحروها راه غادي نوريكم. ها هي درناها في الكاسرونه، نسيت ما شاركتش معاكم الزبيب، راه رقدناه وداكشي انا زدتو عليها دابا وخلطناها، وغادي نحطوها باش تشحر تزيد عاوتاني. المهم هانتوما غنزيد واحد جوج فليفلات حارين ونقينا القرعه من بعد ما طاب لينا داك الدجاج. دابا غادي نزيدو القرعه والفلفله، راه بعيدة عليا انا غنصور لكم فين محطوط، ما لقيتش كيفاش نحط لكم نصور لكم حيت فوق البورطاجي سي محمد ما كاينش. كون بغيت نشارك معكم روتين ديال زمان وصافي صافي، انا غادي نصور لكم هكا من بعيد. دابا غادي نزيدو هاد الفليفلات الحارين والقرعه، المهم حتى تبقى الخضره اللي بغيتو نتوما تزيدوها زيدوها، حنا دابا بغينا نديروها غير بالقرعه والبصله والزبيب. الكوكوط ديالنا حطيناه تطيب، ودابا حطيت الخديمه درنا فيها شويه الملح والماء باش يسخن الماء، حيت دابا غادي نفتلو معاكم الطعام غادي تشوفوا. المهم حطيناه دابا كيسخن. هاني دابا رجعت معاكم، اللي تنبغي نوصل لكم من خلال هذا اللي روتين هادو هو الانسان يضحك، انسان هامي عيش الحياه دمر شويه بحال واحد الانسان. قالت لك انا شوفي فاش شفتك انت وكديري داك الروتين وانا تيدارني داري وما كنقدر ندير والو، قالت لك دابا وليت كنحس ان ديك الطاقه اللي عطيتيني بحال انا ما عندي والو. المهم اي واحد يدير هكا يبروفيتي في النهار يدير بزاف ديال الحوايج هكا باش ينسي وشويه يتعلم هكا.
كيعيش الحياه ويعيش كل نهار بنهارو. هادشي اللي كنبغي نوصل لكم. المهم دابا انا غادي نبدا معكم باش نتلو الطعام غادي نوريكم، ولكن هذا الروتين هذا اللي بغيت نوصل لكم هو روتين ديال زمان بدون زواق بدون نفاق، باش بلا ما تبقاو تقولي لا سعيده ما درتيش هذيك لا سعيده ما درتيش هذيك. انا كنبغي ندير داكشي بصح اللي كنديرو، داكشي بصح اللي عارفينو، داكشي اللي موالفين عليه، ماشي حتى كنبغي نصور عاد تنزيد شي حوايج لا. المهم هادشي اللي بغيت نوصل لكم، وهانتوما خليكم معايا ما تنساوش تكملوا لا فيديو. المهم ها هو الطعام ديالنا، بنقول لكم الطحين ديالنا ها هو واحد شويه الماء، نتمنى يبان لكم ما بانش. غادي نديرو فيه شويه ديال الملحه، شويه الملحه صافي. وهنايا غادي ندير الزيت، غادي نبلوه بالزيت هكا مزيان بالزيت. من قبل راه نقيت وقلبته مزيان باش ما تكون فيه حتى شي حاجه. دابا غادي نبدا نزيد داك الماء اللي درت فيه الملحه هكا صافي. نبداو نديرو مزيان الزيت هكا يتزيد لينا مزيان. سمحوا لي كنبقى ندير باش ما نطولش عليكم. دابا ها حنايا دابا غنهزها غادي نحطو هكا في الكاس. هادي التفويره الاولى، هادي التفويره الاولى دابا باش كنعرفو غادي نديرها هكا. المهم صافي، ودابا غادي نحطوه للفور، نحطوه فوق الخليمه ديالنا. حطينا دابا الكسكسو فوق الخديمه باش يفور صافي، وكنعاودو نفس الطريقه ثلاثه المرات باش ما نطولوش الفيديو. الثانيه ما باقي تكون، دابا غادي نخدم غير بهادي العواليه صافي. غادي نزيد عاوتاني شويه ديال الماء هكا، الماء والملح اللي درنا قبيله صافي. وغادي من بعد عاد غادي ندير الفتيه صافي، وغادي نكمل عاوتاني. غنعاود تخون غادي نعاود نفس الطريقه. المهم هانتوما من بعد دابا ملي غنشحرو دابا هاد البصله غادي نزيدو القرفه حيت قبيله درنا غير باش وغادي نزيد جوج معالق ديال السنيده كبار صافي. غنحطها تاني عاوتاني تشحر باش تعسل لينا مزيان. نحطوها فوق البوطه، حطيناها فوق البوطه صافي. غنبقاو هكا نحركوها ونقلبوها حتى تعسل لينا حتى تحطو. نسيت انني ما صورتش. المهم حنايا كنحطو دابا غدا قد هكا الضو كيمشي وكيجي. ما دابا كان المهم هانتوما
دابا غادي نحطو البصيله ديالنا. شوفوا راه خلينا تحرت تمشى من المكان. ايوا صافي، هذه هي قصرية ديالنا. نتمنى يا ربي تنال اعجابكم، ونخليكم في امان الله، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم.